مشاهدينا اهلا ومرحبا بكم في هذا الخبر من شاشه شوف تي في. احنا عارفين انه في رمضان باش نفطروا خصنا نتسناو الاذان ديال صلاه المغرب، ولكن هذا الشاب قام بتشغيل صوت ديال الاذان قبل موعد اذان ديال المغرب. هذا الشيء اللي خلى الصائمين في هذيك المنطقه بتركيا انهم يفطروا قبل الموعد ديال الاذان الحقيقي. هاد الشاب حط هاد الفيديو على حسابه في تيك توك وخلق ردود فعل غاضبه وانتقدوه بزاف ديال الناس. وبعد هاد الضجه اللي تسبب فيها هاد الشاب اللي عنده 17 عام قامت السلطات التركيه باتخاذ كل الاجراءات الضروريه ضده. بهذا مشاهدينا غادي نوصلوا لنهايه هذا الخبر، في انتظار اخبار اخرى. تبقوا على خير.